السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا طلبة الصف الأول الإعدادي. How are you today? Hopefully you are all okay. إن شاء الله معانا النهاردة Review 3، المراجعة الثالثة على اليونتس بتاعتنا 5 and 6. وإن شاء الله زي ما اتعودنا في Learning Objectives، في بعض أهداف النهاردة نغطيها مع بعض. Number 1 Revise the vocabulary of units 5 and 6. هنعمل مراجعة كده بسيطة على الكلمات بتاعت unit 5 and 6 and then revise the past simple tense، وهنراجع مع بعض برضو كل ده في التمارين past simple and then correct the mistakes in some sentence، يبقى عندنا تصحيح لبعض الأخطاء اللي عندنا في جمل، و finally identify the form of an email about holiday. طبعا دي هتبقى برضو يعني ميزة جميلة جدا ان احنا نفتكر مع بعض ازاي نكتب ايميل وشكل الإيميلي بالظبط. So let's get started. Number one, choose the correct answer. When I was in Aswan, I bought many for my friends. When I was in Aswan, I bought many space for my friends. عندنا هنا souvenirs, castles, tents, views. So the answer will be when I was in Aswan. وأنا كنت في Aswan, I bought, اشتريت إيه؟ souvenirs ولا castles tents or views. طبعا هتبقى souvenirs. souvenirs اللي هي الهدايا التذكارية، castles قلاع، tents خيام، views مناظر، فطبعا هتبقى تشتري ايه؟ souvenirs. next one. A space is a large strong building built by kings to defend themselves. هي عبارة عن مبنى قوي جدا built by kings، الملوك اللي بيبنوها to defend themselves، للدفاع هنا عن البلد وعن نفسه. camp tent castle holiday flat، طبعا هتطلع ايه؟ ها المبنى القوي جدا يبقى castle على طول، هي الايه؟ القلعة. 3 on his visit he painted of the town and the countryside. في زيارته أثناء زيارته he painted رسم، عمل إيه للمدينة والcountryside، عندنا هنا views tents castles dolphins. طبعا احنا عرفنا التلات دولت بمعنى إيه والviews برضو بمعنى إيه المناظر، ها يبقى تطلع he painted views views اللي هي الإيه المناظر اللي عندنا للمدينة والكنتري سايد اللي هو الريف. next one on the beach على الشاطئ my sister made an amazing، عملت على الشاطئ هنا حاجة مذهلة قوي. castle sand castle photo window، طبعا مش ممكن تكون window، yes البحر والشاطئ هيبقى فيه window. photo ممكن بس هنا في كلمة made صح، ما ينفعش made، لو كان التق يعني التقطت يبقى يس فوتو تبقى صح. تمام، يبقى هنا المنافسه بين ايه كاسل اند سان كاسل. كاسل لسه لنا اللي هي الايه القلعه، هتعمل قلعه طبعا اوف كورس نوت، ات ويل بي ا ساند كاسل ان اميزنج ساند كاسل. ساند كاسل اللي هي الايه القلاع الرمليه اللي بيعملوها الايه الشباب الصغير الاولاد على الايه على الشاطئ. 5 there was a in the rocks but we didn't go into it. كان في ايه في الروكس هنا اهوت بس احنا ما دخلناش جواه، عندنا هنا في mountain tent waterfall cave. طبعا mountain جبل tent خيمه، tent rocks تيجي ازاي، waterfall ممكن بس بيقول لك we didn't go into، ما دخلناش جواه، في فاضل كلمه cave. cave حتى جاي من بالعربي كهف، so it will be كيف اللي هو الكهف، كان في كهف لكن ما دخلناش ايه جواه. A space is very high and there is a lot of water in it. حاجة مرتفعة جدا وفيها مية كتيرة، اللي هي river waterfall lake beach. طبعا البيتش الشاطئ مش مرتفع، lake بحيرة waterfall river نهر، لا هيطلع طبعا هو الايه الووترفول اللي هو زي شلال بالظبط، هو اللي يعتبر حاجه مرتفعه جدا وفيها ميه كتير. يعني اللي نقدر نميزه هنا الووترفول عن الاخرين
اللي هي ايه؟ is very high. is very high. مرتفعة. Next one. A space usually has a tropical or humid climate and many plants. دي جميلة جدا. A اللي فيها هنا tropical يعني and humid climate المناخ ها الاستوائي. مناخ استوائي. And ومليانة ايه many plants وفي نباتات كتيرة. Forest, park, jungle, garden. Which one? ايه اللي تعتبر هنا park؟ park؟ البارك فيها برضه ميني بلانتس والجاردن فيها ميني بلانتس والجانجل والفورست بس ما يميز بقى هنا ايه؟ الجانجل عن غيرها ان هي ايه؟ المناخ بتاعها ايه؟ تروبيكال. تروبيكال هو استوائي مناخ استوائي خد بالك من الحته دي. الجانجل مميزه بالحته دي. طب شوف اللي وراها كده. A has many tall trees اشجار عاليه جدا طويله and can usually be traveled by people وممكن ان الناس تسافر ليها ممكن ان الناس تروح لها. روح زيارة فيها كده تطلع لنا الفورست بلاي جراوند جانجل بيتش. طبعا من الواضح جدا ان تبقى المنافسه بين جانجل وفورست اللي احنا بنحاول نفرق بين الاثنين في الجملتين دولت. هنا هتبقى اكيد ايه الفورست هنا. طب ليه هنا من التول تريز صح واللي فوق برضو نفس الفكره اللي هي الجانجل لكن الفرق هنا هو كان يوجوالي بي ترافلد باي بيبل ان الفورست من يعني عاده الناس ممكن تروح ليها يعني عكس الجنجل. الجنجل بتبقى طبعا مختلفة شوية. ديت يروحوها ناس عادي خالص الفورست. Last week I a picnic to the zoo. I a picnic. picnic للنزهة to the zoo. عندنا هنا went, made, had, rode. طبعا لما نيجي نفكر كده يقول لك went على طول رحت البيكنيك. رحت ايه البيكنيك. نقول له طبعا إجابة wrong خطأ had. طب ليه هي went تنفع بس بشرط يقول لك إيه I went on a picnic. شفت إزاي went on a picnic بس هنا I had a picnic يعني هنا إيه أخدت لي أجازة كده أخدت أجازة أو نزهة to the zoo أخدت نزهة أو عملت نزهة لإيه للزو هنا أول. ما نقدرش نقول made ولا نقدر نقول road ركب the post of ride and made the post of huh? make. So لو هنا كان في كلمة I went تبقى correct بس with one condition بشرط واحد اللي احنا لازم نقول I went on a picnic يبقى كده ما فيش أي مشكلة خالص فيها. Next one. Which of these is not an ingredient? أي المكونات دي is not يعني مش لا تكون ingredient مكون. ايه الحاجات اللي عندنا هي دي مش من المكونات حاجة بنستخدمها فهي من المكونات في rice, nuts, stear, raisins. طبعا raisins اللي هو الزبيب. طب nuts ايوه المكسرات rice الرز كل دي تحس ان هي كده طبعا ممكن تبقى ingredients but stear يعني stear يعني بيقلب نوت مش ممكن خالص ده هنا verb نوت صح تمام مش من مكونات ده فعل. Which of these can be boiling water? طب ايه الحاجة اللي هنا ها can you boil water in يعني ممكن انك انت تغلي فيها المية teaspoon teaspoon حتى من اسمها تي شاي سبون معلقة شاي صغيرة دي bowl سلطانية كده حلوة cup saucepan أو saucepan تتقال كده أو كده تطلع إيه طبعا تطلع أيوة اللي هي saucepan أو saucepan تمام كده شباب. It's better not to have a lot of drinks. It's better not to have a lot of a drinks. طبعا ولادنا تمام اللي بيشربوا الحاجة دي وهيعرفوها قوي. عندنا هنا fizz fuzz fizzy fussy طبعا اقول لك على طول هي ايه fizzy drinks. fizzy drinks اللي المشروبات الايه الغازيه فبنقول لك ايه it's better not to have a lot of drinks من الافضل ان لا تتناول كثيرا من المشروبات الايه الغازيه تمام. next one you should have a meal before going to school. you should have a meal before going to school قبل ما تروح المدرسه لازم تاخد ايه هنا unhealthy sugary healthy cinnamon
طبعا هتبقى ايه؟ هيلثي ميل، وجبه الفطار وجبه صحيه جدا جدا قبل المدرسه. تمام. نيكست وان، تو ميك بيتزا، عشان نعمل بيتزا يو شود فيرست نو ذا، اول حاجه لازم تعرفها هي الايه؟ انجريدينتس، ريستورانت، ماركت، كوك. طبعا هيبقى بالعقليه كاتبه ingredients، المكونات. اول حاجه لازم نعرفها اللي هي الايه؟ المكونات. Everyone loves, however some of them are bad for us. ها everyone loves، كل واحد بيحب ايه؟ ها however some of them are bad، بعض منهم مش كويسين بالنسبه لصحتنا. Fruits, vegetables, snacks, meat، طبعا هتبقى تطلع ايه؟ snacks. snacks هنا في بعض منهم طبعا غير صحي خالص، unhealthy snacks. تمام. Next one, there are people on the beach today. Let's go to another one. يعني الشط مليان النهارده، يلا نروح يوم تاني. يبقى too many, too much, enough, a lot of. طبعا طالما هنا مليان على الاخر لدرجه ان لا مش هنقدر نكمل اليوم، يبقى too many. تو بتفيد اكتر من اللازم هنا، تو اكتر من اللازم لدرجه ان ما اقدرش اعمل حاجه ديت. لما اقول لك the tea is too hot، شاي ساخن جدا لدرجه I can't drink it، ما اقدرش اشربه. تمام كده يا شباب؟ when I was on the beach I with my friends I I swim swam swimming swims. طبعا I swam عرفتها منين انها swam في الباست ديت؟ عشان في هنا كلمه was. was هنا اهوت، يبقى الجمله اكيد في الايه؟ في الباست. يبقى لازم نختار الجمله الثانيه برضو في الايه؟ في الباست بالظبط. تمام يا شباب. I didn't have enough money، ما كانش معايا فلوس كفايه. so I enough souvenirs، souvenirs قلنا النهارده هدايا. يبقى I ايه؟ I buy، نقول له no I didn't buy. I didn't buy. الله، طب ما قلتش I bought ليه؟ يقول لك I didn't have enough money، ما كانش معايا فلوس كافيه لذلك ما اشتريتش. الله، ده احنا العبد هنا الاثنين في واحد، يعني باست اهي I bought و I didn't buy. اخترت I didn't buy عشان المينينج، المعنى. ما مش ممكن اقول I bought يعني اقول لك معيش فلوس كفايه لذلك انا اشتريت. لا طبعا، ما لم اشتري هنا بما يكفي. تمام يا شباب. بعد كده عندنا هنا اهوت read and correct the mistakes، هنشوف الخطا اللي عندنا ونصحح. What do you have when you were at school؟ What do you have when you were at school؟ لما نبص هنا في الجملة في هنا where في الباست وفي هنا do، على طول تطلع ايه؟ dead. على أساس إن هنا في where past، يبقى لازم برضو دي تبقى ايه؟ past dead. Next one. My brother walks to school yesterday. My brother walks to school yesterday. في هنا كلمة yesterday ده past على طول ماضي، يبقى على طول المفروض تبقى walks تبقى ايه؟ walked. تمام؟ There is some salt and there aren't any crisps. There's some salt يعني في ملح ولا لا يوجد ايه؟ crisps. يبقى لما نيجي نبص هنا في كلمه and wrong، هنصحها بكلمه ايه؟ but، لكن تناقض. في يعني يوجد ولا يوجد، في هنا تناقض في الاثنين. I don't like this tea. There is too many sugar. طبعا too many sugar هنا الايه؟ المستيك هنا هو sugar اسم uncountable noun، اسم لا يعد، السكر لا اسم لا يعد، على طول many مع الايه؟ مع الكاونتبل، الاسماء التي تعد. يبقى الخطا هنا المفروض تبقى too much، اكثر من اللازم للاسماء التي لا تعد، uncountable noun. There are enough rice for everyone. There are enough rice for everyone. are هنا هنا اللي ايه؟ اللي في المستيكن اهوت، المستيكن هنا في كلمه are، يبقى المفروض تطلع هنا ايه؟ is. ليه؟ عشان rice uncountable noun، اسم لا يعد. يبقى there is enough rice. or plural للجمع. next one. you should eat too many crisps. you should eat. اقول لك تاكل crisps كتير جدا؟ طبعا المفروض shouldn't. يجب ان لا. الاسلوب النصح والارشاد هنا it's better for you. it's a good idea. فكره كويسه جدا انك انت ما تاكلش الايه؟ الايه؟ الكريسبس كتير. I'd like to have some cakes. هنا في I'd liked. liked. طب واحد يقول لك هنا في ميستيك، ايوه في ميستيكس، طب ليه؟ اها ده هتبقى لايك، طب ليه؟ عايزين نعرف، عشان كلمه وود I'd like هنا وود على طول is followed by infinitive او من المين فورم اوف ذا فيرب، بيجي وراها الفعل في شكله الرسمي بتاعه، شكله الرئيسي بتاعه، يبقى لايك زي ما هي. next one. is there some cheese in the fridge؟ is there the question ومحطوط هنا some، يبقى المفروض تبقى ايه؟ any، عشان any في الايه؟ في الكويستشن والنيجاتيف، اما some في الايه؟
الافيرماتيف او في البوزيتيف سنتنسز في الجمل الايه المثبته اللي عندنا افيرماتيف خلاص. بعد كده عندنا الرايتنج بتاعنا يقول لك في write an email to your friend احمد about a holiday you had. اكتب لنا بقى هنا ايميل لاحمد صديقك بقى عن اجازه انت عملتها. طب هنا كلمه ايميل قبل ما نقول الرايتنج نوت لازم نعرف الشكل بتاع الايميل. بص يا شباب the form of an email is اول حاجه بتعمل الهيدر هنا هو بيبقى from to subject يعني من الى والموضوع بتاعك عن ايه. بعد كده بتبتدي بكلمه greeting التحيات اللي هي هاي هلو. بعد كده البادي ذات نفس التوبيك اللي هو الموضوع بتاعك. بعد كده closing النهايه بتاعتك اللي هي best wishes yours see you soon كل ديت معناها مع تمنياتي ها اراك في القريب ها صديقك المخلص اي حاجه ممكن تنفع او منهم signature. وبعد كده بتمضي ايه في الاخر انت خلاص تكتب اسمك فيه بتاعنا. يبقى ده الشكل اول حاجه from to والسبجكت. طب نشوف كده الجزء ده. اول حاجه لازم نيجي نعرفها لما نيجي نكتب هنا اهوت الايميل لازم احنا زي ما اتفقنا قبل كده مع بعض يبقى فيه مين ايديا. مين ايديا في فكره رئيسيه اللي انت بتتكلم عليه. ايه هي الفكره الرئيسيه؟ وير ديد يو جو؟ رحت فين؟ ما هو بقول لك ايه؟ اكتب لنا ايميل لاحمد اباوت يو اباوت هوليداي يو هاد اجازه انت عملتها. اجازه كان عندك اجازه، حصلت على اجازه، عملت اجازه. يبقى المين ايديا وير ديد رحت فين؟ صح كده؟ طيب نيكست وان الديتيلز زي ما اتفقنا ده مشابه بالباراجراف هو مشابه طبعا اكيد. والشكل المختلف. الفورم هنا مختلف عن الفورم بتاع الباراجراف بس الافكار او الاسلوب والنمط واحد. ممكن دوت يكون في شكل هو الانفورمال شكل غير رسمي انك بتكتب ايميل لواحد صاحبك عكس ما تكون بتكتب ايميل لرئيسك في العمل او الانسان مش عارفه بيبقى فورمال شويه. طب هنا هيبقى الديتيلز هتبقى ايه التفاصيل بقى هتبقى ايه عندنا؟ تفاصيل اول حاجه لازم ندي شويه معلومات كده about the place. ما انا مش هتكلم كده على طول انا رحت وعملت لا اديله معلومات المكان ده هو ايه اللي انا رحته صح كده يا شباب. يبقى لما نيجي نكتب اول حاجه لازم نرتب افكارنا كويس قوي. اول حاجه احنا رحنا فين ده المين ايديا. عايز بقى ادعم الفكره الرئيسيه دي اقول ايه المكان ده هو عباره عن ايه صح كده. هو ديد يو جو وذ رحت مع مين ها هاو ديد يو ترافل وات ديد يو سي رحت ازاي وايه اللي شفته. لازم ادي معلومات. وير ديد يو ستي قعدت فين الاقامه بتاعتك. وات ديد didn't you do ايه اللي انت او اللي انت ما عملتوش او اللي انت ما شفتوش او اللي انت ما شفته او اللي زرته او اللي اكلته. يعني عم تديني معلومات كده ايه اللي شفته واللي ما شفتوش ايه اللي زرته واللي ما زرتوش ايه اللي اكلته واللي ما اكلتوش. اذا عادي عادي خالص ما فيش مشكله انا بدي هنا معلومات وافكار. What did you buy؟ اشتريت ايه طبعا في اجازتك؟ ها؟ Did you enjoy your holiday؟ طب هل استمتعت بيها؟ Why not؟ ليه؟ او لما لا لو انت ما استمتعتش بيها فرضا كانت اجازه فيها مشكله فانت ما استمتعتش بنتيجه كده. صح؟ اخيرا end your email with your opinion and feeling. طبعا بتنهي الايميل بتاعك بالايه؟ بالراي والفيلينج اللي هي المشاعر بتاعتك اللي كانت ايه في الوقت ده. طبعا ده ان هو لما يجي يبص يبقى الفكره الرئيسيه وكل ده دعم للفكره الرئيسيه وكل ده مرتبط بالايه؟ بالمين ايديا. ما قلناش حاجه مش مرتبطه بالمين ايديا. ما قلناش حاجه مش مرتبطه بالايه؟ بالاجازه. ها؟ بالهوليه اللي انت عملتها. طب نشوف الشكل كده مع بعض. اول حاجه اهو from ياسر to احمد. from to يليها subject my holiday اجازتي. اتفقنا؟ يليها على طول هاي احمد اللي زي ما قلنا اللي هو الجريدنج التحيات. قالنا فيها ايه؟ I'm back from my holiday in Luxor. انا رجعت من اجازتي اللي كانت فين؟ في الاقصر. تمام؟ يبقى ده المين ايديا بتاعتي. ده المين الايديا بتاعتي، الفكره الرئيسيه انا رجعت من اجازتي اللي كانت فين؟ في عرفت دلوقتي ان انا اخذت اجازه وكانت فين؟ في الاقصر. خلاص نبتدي نتكلم بقى. الف اي هاد ا وندرفول تايم. استمتعت جدا هناك. قضيت وقت رائع. ويديني شويه معلومات جميله قال لك ايه فيها. لوكسور از ا جريت سيتي ان ذا ساوث اوف ايجيبت. لوكسور مدينه فيها ثلث اثار العالم. لوكسور مدينه رائعه عظيمه في جنوب مصر هنا. ناخد بالنا بدا يدي معلومه الاول عن المكان. There is too much to see and do. في حاجات كتير تقدر تعملها وتشوفها هناك. اديني افكار هنا عن المكان ذات نفسه صح.
عرفني بيه، ما هو لازم تديني تعريف بالحاجه دي. بعد كده قال له I traveled with my family by train، سافرت بالايه؟ بالقطر مع عيلتي. I enjoyed، وطبعا ادانا حاجه يعني نتيجه للكلام ده، I enjoyed the view from the window، يا سلام، واستمتعت بالمنظر اللي كان من الشباك بتاع القطر طبعا. I saw the Nile and many beautiful boats، شفت النيل وشفت ايه؟ مراكب كتيره جميله. خد بالك من تطوير الفكره هنا، ده اسمه تطوير الفكره، تطوير الفكره. ده الجزء الاولاني اللي فيه. بعد كده قالنا فيه ايه؟ We stayed in a nice hotel overlooking the Nile، مكثنا في فندق جميل ورائع بيطل على الايه؟ على النيل. وي ونت تو، شوف بقى الاماكن بقى هنا اللي راح. وي ونت تو ذا فالي اوف ذا كينجز، راح وادي الملوك. ات واز اميزنج، وادانا رايه فيها. وي سو ميني تورستس، شفنا سياح كتير. اند اي سبوك تو ان انجلش مان، واتكلمت مع راجل انجليزي عمل هناك ايه كمان. اي توك فانتاستيك فوتوز اوف اول بليسز وي فيزيتد، والتقطت صور رائعه لكل الاماكن اللي احنا ايه زرناها. شوف عمل ايه، بدا يدينا هنا بالتدرج كده تدريج هنا، هو ده يا جماعه في ترتيب الافكار بتاعتنا. بعد كده قال له اي لايك ذا ويذر، اللي انا حبيت ذا ويذر از ات واز ان ذا وينتر، الجو في الشتاء معروف انه في الجنوب رائع، اذا كان الاقصر او اسوان، فقال لك الطقس كان جميل جدا. وقال فيه اي انجويد سينج اور اميزنج مونومنتس، واستمتعت برؤيه اثارنا الرائعه. ادانا هنا مثال قال ايه؟ قال فور اكزامبل وي فيزيتد كارناك تمبل اند لوكسور تمبل، زرنا هنا الايه؟ لوكسور تمبل، صح؟ اه صح كده تمام. ادانا مثال قال ان ذا ايفنينج، بالليل بقى وي ونت تو ذا شوبس، رحنا المحلات. اند اي بوت ا لوت اوف سوفينيرز، وي هاد اور ميلز ان ديفرنت ريستورانتس وير ذي سيرفد فرايد فيش، رحنا محلات واشترينا على طول. رحت المحل اشتريت ايه؟ شفت ايه؟ خدنا وجبات اكلنا هناك. طب المطعم كانت بتقدم ايه؟ وير ذي سيرفد فرايد فيش، كانوا بيقدموا لنا السمك الايه المقلي هناك معروف جدا. بعد كده اخيرا قال ايه؟ ات واز ريلي نايس هوليدي، ادانا هنا رايه فيها، كان اجازه رائعه. وي اول انجويد اور ها هوليدي اند ديسايدد تو فيزيت ايه؟ قررنا ان هم يعملوا ايه؟ تو فيزيت اجين، ان هم يزوروها مره اخرى. واخيرا راح قال له ها سي يو سون، ومضى اسمه ياسر. ده الشكل بتاع الايه؟ الفورم بتاع هاو تو رايت الايه؟ الايميل. يبقى اول حاجه خد بالك، بدا بالفكره الرئيسيه وبدا يدعم 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 لغايه لما وصل لرايه في الاخر. كانت اجازه جميله جدا النهارده، كانت موفقه وبسيطه، وان شاء الله سي يو نيكست تايم ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين.